الجمعية تدافع عن عقيدة أهل الحق، تعمل على نشر علم أهل الحق وتكافح العقائد الفاسدة وتكافح أهل الفساد والفتنة، وهذا العمل من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. ماذا قال شيخنا رحمات الله عليه؟ إذا انتشر علم أهل السنة بين الناس يقل الفساد في الأرض، وإذا قل انتشاره بين الناس يكثر الفساد في الأرض. إن شاء الله نستمر على هذا النهج، ثابتين راسخين، نعمل لنشر الدين ومكافحة المبطلين المفسدين، ولا نخشى في الله لومة لائم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يمنع رزقا، الرزق مكتوب والأجل محتوم.